بوسترات أفلام محظورة في بعض الدول. بوسترات الأفلام هي أحد الوسائل التي من شأنها أن تجذب المشاهدين لمتابعة أي فيلم، ولكن هذا التقرير سيعرض بوسترات أفلام ساهمت بشكل سلبي بشأن الفيلم بسبب حظرها في بعض الدول. فيلم واتد تم حظر هذا البوستر في بريطانيا بسبب اعتباره مروجا للسلاح والعنف، حيث تظهر الأسلحة بشكل أقرب للترويج. فيلم كريب، هذا البوستر تم حظره أيضا في بريطانيا، وذلك لاعتقاد السلطات بأنه قد يؤثر بشكل سلبي على ركاب القطارات ومحطات المترو في بريطانيا. فيلم The Road to Guantanamo، هذا البوستر يعرض أحد المساجين وهو تحت التعذيب، ولذلك تم حظره في أمريكا على الرغم من أن أمريكا هي الدولة المسؤولة عن هذا المعتقل الشهير. فيلم Thirst، الشخصية الظاهرة في هذا البوستر يفترض أن تكون شخصية كاهن، ولذلك تم حظر هذا البوستر في كوريا لاعتبار البوستر يقوم بتصوير الكاهن بشكل سلبي. فيلم سوتو، الجهات المسؤولة عن الأفلام وتسجيلها في أمريكا قامت أيضا بمنع هذا البوستر باعتباره عنيف أكثر من الحد المسموح به. فيلم كوكو أفانت تشانل، هذا البوستر تم حظره في فرنسا، وسبب منع هذا البوستر هو أن السيدة تحمل في يدها سيارة.